أول شيء أقول له مرحبا بك في السعودية ولاعب خبرة، لاعب مميز. أستغرب أنه فريق الجزيرة الأماراتي تخلى عنه، لاعب بحقيقة يعني شكل ثنائي مع الأحمدي في كأس العالم. طبعا كان الهلال بيجيبه لكن ما أدري، هو ما بين الأسباب، وأنا أعتقد أنه مكسب جدا لنادي الشباب، وتوقع أنه يعمل الفرق، لأنه بصراحة هو لاعب سريع مهاري، حيكون له بصمة في وسط الشباب، وأتمنى إن شاء الله أنه نشوفه يعني كبقية اللاعبين المغاربة المميزين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. لاعب كبير، أنا مستغرب مثل أبو سلطان كيف جزيرة تخلى عن لاعب من أفضل اللعيبة، ساهم في يعني بطولتين، لعيب غير عادي يعني، وحتى مع منتخب المغرب في كأس العالم كان أداء رائع وجميل. أي فريق يروح له بالتأكيد بصوفة راح يكون مكسب. يعني أنت برأيك، ما أنت عندك برنامج يومي بالإذاعة، ما عرفت ليش ترك؟ لا أبدا، لأنه صار في خلاف بيناتهم، وكان على أساس راح يرجع مع فريق إماراتي آخر، ولكن الأمور ما مشت. مع مين هي الفريق الثاني؟ والله كان متوقع أنه أكثر من نادي جالسين ينافس، بس كلها شائعات لأنه ما في شيء يعني كان واقعي. اتجاه الدوري السعودي بالتأكيد راح يكون أفضل.